مساء الخير عليكم حبايبي متابعين ابو همام نايت. انا كلش اشكر تعليقاتكم واتصالاتكم. انا بهذا الهواء الجميل من اعلى قمة بالولايات المتحدة الامريكية اريد اشوفكم العالم شكد جميل. اشكركم. انا دا اتعبي هذه القصص كلها من تأليفاتي اكيد مو خمط، واني يعني اتمنى انه تكونون يعني دا تنال فيديوهاتي حسن اعجابكم. دمتم سالمين. ام طالب ها وين راح القاها هذي؟ وين راح القاها؟ ها هياتها. الو شلونك عيني دادة؟ شلونك ام طالب الورد؟ شلونك حياتي؟ لا يبقى ودش تاكل نازل النص، والله نازل النص. هاي من سافرت لي حسه لا شايفة خير ولا شايفة شي. وين قاعدة؟ قاعدة بالبيت دا اسوي اكل والله، وما عليك علي حلفان والله. لا شايفة الشارع لا شايفة حديقة، نازلة نص اقولك. هاي الجهالة دبس الزيت تعرفيهم، لا يحترمون كبير ولا يحترمون صغير. عرفينا من عندي. صوفي لي رجلك شخبارة يا ولدي، سمعت اخبار حلوة. وش قعدي راحة عيب يا ولي كبرني. شون شبلعتي يا ولي حبوب؟ يما عاد عليك هاي سوالفك ولا تشوزين منها. اي يما دادة عزيز. اي يما مزاع اكل اقولها ناس للنص النص داننا النص ثاني. اي والله جي الله يعني شوفك على خير حبيبتي اي حياتي حبيبتي. يوصل من رباب يا عيني رباب على الزمن. هو وين هسه الصائر بحالها دروحي فلوس ومال وجاه وكل شي وكلاشي. اي حبيبتي مع السلامة مع السلامة. مع عماد اخويا موجود عماد بس مارته يا معودة خليني ساكتة ما اريد احكي والله قوت علينا كنا. ايه يلا حبيبتي خذي راحتك حبيبة قلبي دي اختي راحتك حبيبتي من امي. لا والله عايشة وياي. ايه والله عايشة وياي الحمد لله والشكر. يلا حبيبتي اقول ليش كافي كل ساعة كل ما تسأليني سؤال قاعد عوفيني اريد اشتغل. الله اكبر روحي امي روحي حبيبتي روحي بعدين اخابرك روحي. ها وينهم امك وابوك؟ هنا خاله راحوا قريب يتمشون. وخاله لتخلخلك هذا اللي يطلع وياكم انتي وامك. يما عيني اصغر من امها وصيح لخاله طولت العمر خالة. يخليك حبيبتي هو هذا المين يتزوج يظل مكابلكم وقاعد خرب حظي. لبعمري كان هالسعد هدستت شخال مزوجش خالة؟ ما اريد عيني شو اسوي بالزواج. شفنا من الزواج شو لا امك مرتاحة ويا ابوك مثل ما تقول ولا انت مرتاحة ويا خطيبك. اي خالة الخالة رجعت تقول لي خالة. حبيبتي بعمره كاني ترى بعدني هي كلهن كم سنة أكبر مني. ليش متزوجين لعد؟ قلت لك مريت نت. أقول لك بنتي لا تلحين وياي زايد البيع مكفيني يعني هم الدنيا وقهرك ولا تجيني انت تحطين كم كافي تعبت أني. أسفة خالة تعبت. أنت أسفة هني. قومي روحي لحكم يلا قومي يلا روحي لحكيني روحي لحكيهم لأهلك روحي مش وأهلك كلهم. حبيبتي سعاد. ها حبيبي اريد اقول لك موضوع صار لي فتره مستحي اصارحك بيه. شنو حبيبي؟
صراحة أحس أني وياك ما نتراهم. ليش يشتهجي حياتي؟ لأنه أحسك كلش بطيئة بينما أني أحكي كلش سريع. لا حبيبي ليش هيك تقول؟ ما أعرف، يعني ما معقول اثنين يتسلقون جبل بثلاثين يوم. ما معقول اثنين حبيبي، يعني غير احنا حتى نكمل الرومانسيات جبل. بس خليني اكمل. ما معقول اثنين يحتفلون بعيد الحب ثلاثة اشهر، ترى هو يوم 24 ساعة. حبيبي احنا كل ايامنا حب، لانه يعني اذا نكمل بيوم شهر. لا تبكين حبيبتي، اني الموضوع اكبر مني ومنك. اني احب اقول لك اسف. على شنو اسف حبيبي؟ على انه قلت لك انتي فاهية، لانه انتي صدق فاهية. ليش تحكي حبيبي؟ ليش سويت لك؟ مع السلامة، لازم اودعك. لا حبيبي لا.